السلام عليكم. السلام عليكم مازال في الاول خوتنا الجزائري بارتو دو موند. السلام عليكم. في الموضوع اللي غادي نتكلم فيه هو موضوع الاستقلال. موضوع الاستقلال نقول انا استعمار جديد، لان المفهوم تاع الاستقلال لما تقول استقلال يعني تحرير، تحرير الارض، تحرير باطن الارض، تحرير الانسان من العبودية، من الاستعمار، من الحاكم الظالم الذي يعني كان تخلى على هذه البلاد ولا كالكشوز كونسا. هذا هو التحرير، تحرر من كله وتكون حر في مواقفك، تكون حر في حياتك، تكون حر في تصرف في خيرات بلادك. هذا هي الحرية، الحرية الاستقلال الحقيقي، وخاصة أنك مع الوقت يعني تتحسن ظروفك، ظروف كل المجتمع يعني يتطور على أساس عقيدة واحدة، عقيدة يعني وطنية، ويطلع يسفص هنا. لكن اللي صرا في الجزائر ما كانش استقلال، كان استعمار جديد، كان استعمار من نوع جديد. كيف كان هذاك الاستعمار من نوع جديد؟ لأن فرنسا بعد ما فكرت، بعد ما خسرت وخسرت في بلدان كثيرة، قررت أنها تقعد في الجزائر، لكن تقعد، ولكن تقعد بأي طريقة، تقعد هكا استعمار مسلح. كان طولت شوية الحياة، وبدأوا المملكة الفرنسية بدأوا يشكوا وبدأوا يموتوا، عسكرهم ميتوا، مثلهم 500,000 تنسوش. شافوا أنه في حيلة، يعني حيلة وتمشي. شا هي الحيلة اللي تمشي؟ هي استعمار جديد، استعمار جديد بطريقة أخرى، بطريقة ذكية، بطريقة كما نقولوا احنا داهية، من غير استعمال سلاح، من غير استعمال سلاح، لكن استعمال العقل والدهاء للبقاء. وكانت طريقة يعني التي فكرت فيها فرنسا عن طريق روبير لاكوست لزاني 1958، انهم يبنوا مجموعة يعدوا رواحهم كأنهم ثوار، لانهم لازم يخطفوا الثورة من الثوار، يخطفوها مثلا كما قلنا لكم، كنت فاهمكم لا بخير اخوة، يخطفوها من العربي بالمهيدي، المحتوى تاعها والأورغانيزاسيون تاعها يسرقوها من الجزائريين، يسرقوها من جماعة بن بولعيد ومن عربي بن مهيدي وهم كثيرون، سرقوها منهم. كي سرقوها بعد ما قاموا باقتيال، يعني بيعة واقتيال عربي بن مهيدي، على أساس ما كانش لازم يبقى حي حتى يعني يستخلف بواحد منهم، من واحد من جماعة فرنسا المندسين، اللي هو كان من شكون؟ كان بوصوف اللي كان مندس، وهذا اللي يكونوا مندسين هو من أصوله مغربية، كذلك مغربية، لكن مش مغربية من أصول يعني أمازيغية مغربية، من أصول يهودية. لكن من شكون اللي كان شريكه؟ شكون اللي جاب بوصوف؟ اللي كان يعرف بوصوف ويعرف أنه يمشي معهم في الحيلة تاعهم والخديعة تاعهم، أنه خليفة، المؤمن خليفة، اللي من بعد هو اللي دخل بوصوف، ودخل بوصوف جاب توفيق اللي حكموا الجزائر بنفس الطريقة ونفس السياسة، اللي هي سياسة دوغول، سياسة روبير لاكوس. وهذو كانوا كيف يدير فرنسا وتحكم الجزائر، تحكمها براسك حل، هنا كحل الراس، تحكمها بكحل الراس، كحل الراس، لكن من أصول يهودية، يعني يحب فرنسا أكثر من أي شيء، أكثر من الفرنسيين نفسهم، يعني هو تكونت مجموعة تاعهم. ذاك القيس كانت أنفيرون بوصوف، كان عنده قريب 50 حمار يخدم به، جدي حمار يخدم بهم، وما على بالهمش كيسكي سباس، لكن هو خادع على بخوف. خلينا من الناس 63 دم مازال ما شفت على المجاهدين اللي غروهم، قالوا لهم هودوا ودخلوا وما كان والو، ندوروا دبلاو، بعد عطاهم الحس قتلوا.
باش فرنسا تبقى تحكم. اولا فرنسا بهذه الطريقه تبقى تحكم، لان من شكون حطتهم؟ حطت اولادها، الناس اللي ربتهم من عساكر، كان الزار، كان جنيزية، كان بالخير، هذو هما فرنسا اللي ربتهم وهي اللي دستهم وفرضت على بوبدين انه يحطهم، لانه في نص الطينة حتى بوبدين نفس الطينة حط الخيانة في جسد المنظومة العسكرية الجزائرية. مشاو على هذيك الطريقة، سيطروا على كل شيء، سيطروا على كل شيء. ولذا الاستعمار هذا إذا ما كنتش تقدر، tu ne peux pas voter, tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas électer des gens. ما تقدرش تغير رئيس، ما تقدرش تغير والي، ما تقدرش تغير ماخ، تغيره لك المخابرات والعساكر، عرف أنك لست مستقل. هذا هو اللي دارته فرنسا. تتساءل مرات الإنسان يتساءل ويقول علاه ما يعطوش حكم للشعب. دولة هذه إلا كان يبغوا يكونوا دولة لازم يدوروا كل شيء يكون حر، والحر كيكون إذا كان إلا لو دغوا دو شوازير. احنا هكا تعلمنا في حقوق الإنسان في أمريكا، سي تو لو دغوا دو شوازير كي سوغا تون غوفرنر، شكون يكون الماير تاعك، نقول احنا لو مير، شكون يكون الوالي ولا ديبوتي ولا كيلك شوز كونسا ولا لو بريزيدون. لكن هذه ما تكونش عمرها ما تكون، لان الاستعمار غير طريقه الاستعمار. انت تظهر لك في الظاهر انها استقلال، لانه مش راه شايل السلاح في وجهك، ما راهش سي با ان فرونسي كي فا بوسي افيك اون ارب، مي سمك ما قتلكش بالرصاص، ما يستعملش معك السلاح، لكن سمم عقلك، سمم عقلك وكذب عليك، تافي ان كونسير، كونسير دون تا بونسي، دون تون سيرفو، تافي ان كونسير، كونسير سي كوا؟ زرعلك، زرعلك كحل الراس، كحل الراس دارو يحكم فيك، ودار لك انه استقلال، وهذيك طريقة أدهى انه يقتلك من غير يستعمل الرصاص، من غير سون سا ساكريفي سي سولدا لا فرونس، سون سو فير ساكريفي، بلا ما يعرض عساكرهم، يعرضوا عساكرهم للقتل، للتقتيل، وبذلك سرقوا اللي سرقوا، وكانوا على مدة 61 سنة، وهما مازالوا يدوا في الخيرات، ومازالوا يدوا في الخيرات، ما تفتحش الوزير هذوك اللي جاو، مضاو اللي مضاو. با سو غوتورني تبون نا با لو دغوا سو دير نو ولا شونجي دي شوز ولا هذوك لي كونترا كي لا في افيك سي هذوك لي مينيستر دي سيز دي سيز مينيستر كي جاو نو اي بو باسكو هذوك لي كونترا سي تي في افيك لارمي افيك شنغريحا افيك مهنا هذوك سيفيس لي فيس دا فرانس هذاك اللي روح ولبسوه الكاسك تبغى دير اللي يزون دي تشي ان دي نوتر تشي نوتر سولدا اللي ما فهمهاش يفهمها اللي ما فهمهاش يفهمها والجزائر ما استقلتش كان المفروض 62 سلاح ما يحبش لكن كذبوا على المجاهدين كذبوا عليهم وخدعوهم وقتلوهم واللي قتلوا قتلوا واللي هربوا هربوا واللي قتلوا حتى بعد الاستقلال بسنوات وسنوات تعرضوا له قتلوه او هجروه او تناسوه او رماوه في السجون. لذا الكذبه الكبيره ان الاستعمار مازال متواجد، وهذا تبون وهذا الشنكريحه وهذو جماعتهم العساكر وجنرالات المخابرات، جنرالات المخابرات هذا توفيق نعلة الله عليه وعلى الملة اللي جاته، هما اللي سرقوا الجزائر، هما اللي مازالوا ماسكين الجزائر في خدمة لفرنسا، ما يكذبوش عليكم. كاع الناس اللي داروا روحهم لقطوهم اداهم راهم يطيقوا فيهم، يطيقوا فيهم ومازالهم بخيراتهم، لكن هما بهم تصميت كيف يديروا يصمتوا الشعب، يدير لك كانوا يخلق لك مشكلة، يخلق لك مشكلة مع فرنسا، وهي ماشي مشكلة حقيقية، مشكلة بي حطت لي في ديني.
يخلق لك مشكلة باش الشعب يأمنها، باش يقول لا الدولة والنظام العسكري وكل شيء راهم ضد فرنسا، هم أبناء فرنسا يقدروش يتخلوا على فرنسا. تعرفوا على ما يقدروش يتخلوا على فرنسا؟ غالبة أموالهم في فرنسا، غالبة البنايات اللي شارينها، العمارات اللي شارينهم، العمارات شارينهم في فرنسا. يهربوا يهربوا الأموال مرات للإمارات ويحولوها على فرنسا، دي فاسون انديريكت باش الشعب ما يفيقش. ما راكمش مستقلين، واللي يقول أنا مستقل كذب على روحه ولا حمار. تكذب على روحك ولا أنت حمار، مخلوق حمار وتموت حمار. كان فيه ماركس، ماركس راح الجزائر، ماركس أبو الثورة كومينيست، لكن كان ثوري، ثوري قال له التحرير ما يجيش إلا بالسلاح. ما كانش بلادي تدير استقلال بكذبة، ما كانش بلادي تدير استقلال من غير ما يقوم بتغيير. التغيير ممكن سلمي، سلمي بمئة، قولوا تغيير سلمي بمئة لأننا عايشين في 2023، لكن الشعب هو الذي يقرر الاستقلال. إذا كان يريد الاستقلال فعليه الخروج كما خرجوا في 2019، لازم يخرجوا لإسقاط هذا العصابة. ما كانش دخول، ما تقدرش تدخل وانت مازال ما جبتش الاستقلال. هذه كذبة على روحك، تكذب على روحك، وهذه الطريقة اللي هما يقترحوها عليك، انك تدي روبو في السيمانة، تخرج ديفولي وتولي وهما يقعدوا يطقطقوا ويشوفوا شكون اللي يخرج وشكون اللي يدخل وشكون، ويقعدوا يدوا في الناس. المشروع اللي درتو يا تبون وانت وجماعتك لمدة 20 سنة هذه اللي فاتت انت وبوتفليقة، أكبر مشروع هو السجون اللي بنيتوها. كان المفروض تخرج اليوم تدشن السجون اللي بنيتوها، لأنكم راكم تحطوا أولاد الاستقلال، راكم تحطوهم في السجون. هذا هو اللي دشنتو، المفروض تخرج تدشنو، غير ذلك ما تدشنش. السرقة سرقت، نهبت المخدرات، تجرتوا في المخدرات انت والعساكر تاعك، لكن التشييد الوحيد اللي قمتوا به كان المفروض تخرج تشييد السجون اللي بنيتوها للجزائريين، وتقولوا شعب حر وشعب مستقل واقوى قوى دولة في المنطقة، وانت اقبح وش عرفته الجزائر كبني آدم، مش كرئيس، كبني آدم. هذا اللي بدي نقوله لأخوتي في هذا الموضوع، والطريقة الخبيثة لإعادة الاستعمار، يعني غيروا الاستعمار، سيتي ان جو دون كولونيزاسيون أرمي، تغيرت ولات نور دون كولونيزاسيون انتلكتيف. يخمو ما يستعمل السلاح، يدير لك واحد على الراس هو تابع له، كما كانوا لي جينيرو هادو اللي كانوا دي مينيس، كانوا بزاف اللي تشيليس لو ستيلو باش يسرقك، باش يضيع مستقبلك، باش يسرق خيراتك، حتى الاجيال الجايه يسرقها، لكن وهو يحكم فيك وما تقدرش تغيره، لانه ذا يحط ذا كما في لا فرنسا. هذا اللي بيتحكوا له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.